الرموش بقى عامله ازاي؟ بص، الرموش جايه من جوه الجفن هنا كده وطالعه بكيرف كده لبره. حلو. طيب يعني هي جايه من جوه الجفن وطالعه لبره، لكن مش لفوق. محدش يعمل اشعه الشمس اللي بتعملوها في الرسمه دي، لا، الرموش نفسها بتكون جايه من جوه هنا وطالعه بكيرف لبره. لو قلنا ادي السمك بتاع الجفن اهو، فهي جايه من هنا وطالعه لبره. طيب طالما هي فيها كيرف وطلع والجفن نفسه مقلوب كده، يبقى لازم جزء منها ينزل تحت الجفن، صح؟ ما ينفعش مثلا وانا برسم الرموش اروح اعمل الكيرف، مثلا ارسم الجفن كده واروح اعمل الرموش فيها كيرف فعلا بس اعملها كلها لفوق.